فما شكون يقول انه الصور هذه مبالغ فيها. نحن الحقيقه تقلقنا على فوزي بن قمره الفنان اللي نحبوه برشا ونحبوا اغانيه ونحبوا نطمنوا على صحته. ومعنا عبر الهاتف الفنان فوزي بن قمره. مرحبا. اهلا بيك. أهلا بيك وبلي معك وبالسادة المستمعين كله. شنو أحوالك؟ يعيشك الحمد لله. الحمد لله فضلك. أنت لاباس عليك؟ حبينا نطمنوا عليك. الصورة ماهيش حاجة، الصورة ماهيش حاجة، الصورة نتاع واحد مريض. الصورة هذيك، الصورة هذيك أنا لحد بعثتها لنوفل باش يعرفوا اللي يغدوك الأرتين ماهيش جاي. احنا نصوروا بالاثنين. أي وصورة نتاع واحد مريض. يا أخي هبطوها على الفيسبوك. أي يعني جيتك بشوية. كهو فوالا نهار السبت مشيت. الموزايك للنجوم، فكان الطقس سخون كيما اليوم سبحان الله. فقلت له سخون الطقس شويه ما عادش يكون حرك الكليماتيزر، فهمت؟ باش يتلطف شويه الجو. من الحل هذيك خليت برانشيت قوي برشا. رجع الليل لما يعني لما ولات فوبا، فهمت؟ مشيت مغدوك لحد الصباح كنيك الامان، لقيت عندي دقات قلب شويه زايدين، قعدت نايرين حتى استقرت اموري. يا ربي الحمد لله والشكر. الحمد لله. يعني كل واحد اخي، كل واحد يعني مع احترامي مش لك انت نحكيك. يعني كل واحد في تونس باش يمرض لازم يقول لهم باش يمرض الناس هذوما شنو هي. هذا هو احنا يعني رينا لي ستاتيو يمكن انا قلت الصوره حارجه، ما الحقيقه هما التعابير اللي قاعدين يكتبوا فيهم هما. حتى بعض الفنانين معناتها مشكورين اللي يتمناوا لك الشفاء، اما بالغوا شويه يعني في لي ستاتيو نتاعهم. ادعي الفوزي وكانه يعني انت في حاله حارجه، وهو هو العكس يعني مرض عادي، وان شاء الله شترجعنا على قريب هكا ولا تتصل. الحق انا ما شفتهمش، انا اشكرهم، اشكر الزملاء يتصلوا بي كل والناس يتصلوا بي كل. بسم الله ما شاء الله، يعني تسونامي نتاع تليفونات لي انا ولعائلتي والاخوتي الكل ولعائلتي كل والناس الكل. ربي ان شاء الله يبارك لهم وربي ان شاء الله يحفظهم وربي ان شاء الله يبارك في الناس كله. كل واحد راه متعرض للمرض، كل واحد يمرض، كل واحد راهو كل واحد. وهذه جلطه هذه يا رب ان شاء الله يعطيها في مخاخهم ان شاء الله يا رب. جوستومون انا ما حبيتش نطفى عليك، نطفى عليك الكلمه هذه امي سالتني عليها الصبيح قالت لي هذه الكلمه اللي قاعده تدور من عند فنانين زيد. راهو من اسهل ما يمكن الجلطه، راهي جلطه تجي الناس الكل والناس الكل تمرض والناس الكل تشفى. وحاجه اخرى ثم شكون حاطين ثم باج ولا شنو سيت سيت يعني يجب يكون عنده مصداقيه، يحط فوزي بن قمره في ذمه الله. يعني شيء مش خاطر كنا نكونوا في ذمة الله. يا رب ان شاء الله كنا في ذمة الله، في ذمة ربي، تحت كنف ربي، تحت لطف ربي سبحانه وتعالى، فهمت؟ توصل بهم الدناء سماح باش يقولوا حطوا في ذمة الله. توصل بهم الدناء يعني في حالة حرجة جلطة دماغية حادة. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذوما هما التعابير اللي انا قلت مبالغ فيهم. اي سامح انا يقول حاجه. شوف سامح انا الناس هذوما مساكن سواء كان لي انا او لغيري، الناس هذوما يسخفوني. هذوما ناس يتكلموا في الناس، هذوما ناس يكذبوا الكذبه حتى تبلغ الافاق. هذوما مصيرهم قدام ربي سبحانه وتعالى، والله ما عندي فكره. هذوما والله والله النبي صلى الله عليه وسلم شافهم في رحله الاسرى والمعراج. شنو عقاب الناس هذوما اللي تتكلم في الناس وتكذب على الناس الكذبه حتى تتوسع وتكبر عند الناس الكل. انا شحال نقول لك خيتي، انا الحمد لله ربي اللي انا لاباس الحمد لله رب العالمين. اشكرك انت جزيل الشكر انت وزميلتك يعيشك والراديو نتاعكم، وانا لاباس الحمد لله. انا طلعت ان شاء الله تشوفني في الحك معنا. فوالا هذا سؤال حبيت نختم به، معناتها شنو نشوفوك الجمعه هذيا ان شاء الله في ان شاء الله. كان صدق قمت على روحي صغير رجعت لنشاطي، نروح اولادي المكتب نجيب نجيب اجيب الكوتي للطفل ونمشي للغرفه. وان شاء الله على قريب نشوفوك بحذانا في راديو مات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. اي اي كلمه الختام خويا فوزي، اخر مكالمتي ليك اخر مره وقت اللي انت قلت لي انت معناها في الكلينيك. جست انا عملت ستاتيو صغير حطيته على البروفيل نتاعي وقلت تمنيت لك الشفاء معناها من كل قلبي وانت تعرف. ربي يخليك ربي يخليك يعيشك يا اخي. ومن بعد جاتني في بها جاتني راهو ميساجات غريبه غريبه غريبه، يقولوا لي اسمع شبيه فوزي ولا شنو. نقول لهم لاباس لاباس ثم شيء. ومن بعد بديت هبطوا لي ستاتيو العباد معناها ربي يهديهم وبرا جابوا معناها دعايات ما كنتش نتصورها. اما انا اول راني اللي بديت هبطت ستاتيو تمنيت لشفائك. ربي يخليك ويعيشك ربي يفضلك ويخليها بيك يعيشك. اسمعني ثم ناس ثم ناس يعني بلغت شويه في قله الحياه وفي قله المعروف وفي سامحني في عباره ناس المسامي يسمعوا فينا في النزاله بلغوا برشا بصراحه. علاش خاطر ثم حاجات مسؤولي ولادي ومسؤولي ومسؤولي بنتي صبيه ومسؤولي ولدي مسكين مسافر لبرا. تخيل ولدي صباح يقعد مسكين ضربت على الصباح وتجي سيكونس
أو فوز من جمرة في ذمة الله تخيل أنت يا ورحت فرش السباح تخيل شنو يصير في أنت تخيل يصير في ولدي الوسطاني الآخر تخيل يصير في ولدي الآخر الصغير في المكتب تخيل يصير في عائلتي تخيل الأولى دخلت فينا تخيل شنو ترى اللي تخلف في العائلة لكل من جراء الكلام اللي قالوه أنا بإذن الله تعالى إن شاء الله ربي يهديهم عندي كلام قوي برشا باش عندي رسالة باش نبلغها لهم إن شاء الله باش دونك نستناوك إن شاء الله نهار الثلاثة على قناة التاسعة برنامج إضحك معنا ربي يخليك وتردي مهاتها وتردي متألقين يعيشك يعطيك الصحة كنت معنا عبر الهاتف الفنان فوزي بن قمرة بعد شوية مش نسمعه واحدة من أحسن أغانيها فوزي بن قمرة